مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، ووصلنا معكم لفقرتنا الحوارية الأولى لليوم. يمكن كنا عم نحكي بالمقدمة عن أمنياتنا بعام الجديد. كنا دائما عم نتمنى أنه نحن نرجع للسنوات الماضية بالأمن والأمان، وطبعا خلينا نقول السلام الداخلي اللي كنا نحن نعيشه، النفوس المطمئنة والراحة النفسية. طبعا هيدا الشيء نحن كله يعني تغير مع الأسف بفترة الأزمة وأثر الحرب كانت على بلادنا. يعني إذن هيدي الأمنيات مثل ما ذكرنا هي أمنيات عامة الشعب، لما نحن بنتمنى فعلا نرجع لسنوات الماضية، وخصوصي نحن الحرب قديش ما كان عندنا مفرزات كتير سلبية وبشعة مع الأسف على الحجر قبل البشر. يعني مع الأسف نحن بنتمنى أنه يرجع كل شيء مثل الأول. هاد طبعا هاد شيء واقع وصار عنا بحياتنا، يعني مرينا بسنين صعبة كتير، ولكن بالمقابل مثل ما تهدمت كثير من الأحجار وكثير من الأشياء وكثير من الأمنيات، ولكن في ناس رجعت على بيوتها وفي ناس رجعت على مناطقها رغم كل الحرب اللي صارت. بالمقابل في ناس رغم الأوجاع ورغم الانكسارات ورغم كل شيء رجعت قامت وقفت على رجليها وتابعت بحياتها واستمرت. هذا أكبر دليل أنه نحن الشعب ما بنستسلم. لهذا السبب رغم كل الظروف ورغم الحرب اللي صارت على بلدنا كان في دائما شيء اسمه تراث. هذا التراث اللي نحن دائما بنحتفل فيه وين ما رحنا بالعالم كله، التراث السوري الأصلي اللي ما بيتغير لا حرب ولا حربين ولا ثلاثة ولا عشرة بغيره. نحن اليوم موجودين فعلا اليوم لحتى نشوف شو أثر أو شو أثر هي الحرب على التراث. هل فعلا غيرت؟ انا متاكد انه لا. فلنناقش هذا الموضوع نادين معنا اليوم بالاستديو. اكيد بدنا نحكي بهيدا الموضوع يزن، مثل ما ذكرت يعني اثر الحرب على التراث سواء كان التقليدي حتى او الشعبي، وفعلا مثل ما ذكرت يزن في مسلمات ما بتتغير بتراثنا. رح ناقش هذا الموضوع مع الباحث في التراث الاستاذ حيدر النايسي. يسعد صباحك، كل عام وانت بالف خير. وانت بألف خير، عيد مبارك عليك ان شاء الله وعلى الاخوه المشاهدين جميعا. شكرا يا الصباح. يسعد صباحك استاذ، وكل عام وانت بألف خير يا رب. انت بألف خير ان شاء الله استاذ يزن. هلا بالبدايه ما بدنا يعني كثير ندخل بتفاصيل شو اثرت الحرب، لانه نحن صار يمكن هي معلومه عند الجميع قد فعلا كان اثر الحرب، خلينا نقول على كثير مفاصل بالحياه، كان كثير خلينا نقول سلبي، وحتى في ظروف كمان كثير سيئه مرت علينا. بدنا نحكي هلا باختصار عن اثر الحرب على تراثنا، يا ترى اثر ولا مثل ما عم نحكي انه هي فعلا بقيت مسلمات لانها ما بتتغير؟ الحقيقه الحرب يعني تؤثر على كل شيء، على الارض ومن عليها، في السياسي، في الاقتصاد، في المجتمع، في الثقافي، في الخدمات، في كل مجال. بالتأكيد الحرب هي يعني استمرار للسياسات والنهج عموما، لكن بشكل عنيف وبشكل قاسي بشكل قاتل أيضا. حقيقة طبيعي أنه يكون التراث كجزء من الحضارة كجزء من الثقافة عامة، وهو شديد التأثر شديد الحساسي وسريع التحول والتغير، يكون أكثر المشاهد عرضة للتأثر في سنوات الحرب الماضية، سواء التراث بفرعيه التقسيم العالمي أو التقسيم اليونسكو له على أساس التراث المادي الملموس والتراث الشفوي غير الملموس أو المتناقل شفاهة. نحن بلدنا لاحظنا ما فعل الغزاة الهمج بالآثار، باعتبار أن الآثار أيضا تدخل في هذا السياق. من عادة كل محتل أن يهشم أول ما يهشم الرموز الوطنية الكبرى ومنها الآثار كعلم والنشيد والجيش والمؤسسات وسواها، وتأتي الآثار ويأتي التراث كهوية حقيقية. الآن كل شعوب الأرض تعرف مصر من خلال الأهرامات، إذن هوية وطنية التراث. تعرف فرنسا من خلال برج إيفل مثلا، تعرف اللاذقين من خلال بوابة أوغاريت البوابة الملكية. هذه الرموز الوطنية الكبرى هي هوية حقيقية، وهي صوت وصورة، وهي ملك للأمة جميعا. من هنا تأتي أهمية الحفاظ عليها والاهتمام بها والعناية الشديدة، لأنه هي ملك كالغابات وكالبحر وكالأنهار وكالهواء وكالماء، ملك للجميع باعتبارها موروث متحدر إلينا من ألوف السنين، من آباء والأجداد، ونحن الأبناء والأحفاد امتلكناها وسوف نورثها للأجيال اللاحقة.
مسألة غاية بالأهمية، الإشارة إلى أنه خطورة تغيير التراث، أنه إذا زال تراث ما لا يتجدد. التراث ليس مادي مصدر دائم، بل هو مصدر يعني مؤقت ينبغي الحفاظ عليه، لأنه إذا دمر لن يعود مرة أخرى. نعم. قديش مهم كلامك استاذ بانه فعلا الغاء هويه الحرب هو اول شيء بيستخدموه الغزاة، هو مثل ما حضرتك عم تذكر انه الغاء هويه. طيب نحن اذا بدنا نحكي خلال الحرب اللي مرت على سوريا، شو اكثر شيء يعني او امثله حيه عن محاوله الغاء هويه من خلال التراث للغزاة اللي صارت يعني الحرب بسوريا؟ لا، ما من مواطن سوري ربما إلا ويترحم على الشهيد تدمر والآثار خالد الأسد. نعم. الذي دافع عن تدمر، دفاعه عن التراث الإنساني بأسره. كل بلادنا، المناطق التي خضعت للعصابات الإرهابية حقيقة دمرت كل شكل من الأشكال التي تربط الأجيال فيما بينها. شاهدنا ما جرى لتمثال المعرة في المعرة، وشاهدنا حتى في الريف الشرقي الشمالي لمحافظة اللاذقية كيف من خلال المعركة التي أسموها زورا معركة الأنفال، الدخول إلى هذا الريف والقضاء على الكثير من المواقع ذات البعد الروحي الحضارة للناس، ما يسمى المزارات، تم تدميرها بكسرة عشرات المواقع في النواحي الممتدة من قسطل لمعاف وكسب وربيعة وصلنفي وكنسبة. هذه المناطق حقيقة دمرت، كل المشاهد التراثية الجميلة فيها. تغيير المكان يؤدي إلى تغيير التراث وزواله وهجرته، والهجرة دوما الحجر الذي يتنقل يتدحرج لا يموت عليه الحشيش. ازدهار التراث يستدعي التوطن والثبات والتمكن من الأرض. لذلك أي ما جرى في الحرب من خلال التهجير، من خلال التشتيت، من خلال هاجرت كثير من أنماط التراثي الشفوي والتقليدي والحرف بما فيها الحرف، وولدت حرف أخرى، تبدل المكان إلى أبعد الحدود، وبالتالي تبدلت الثقافة الموازي، لأنه كل حرفة أو كل أثر طبيعي أو أثر بشري، يعني الأثر الطبيعي ذات يعني الملكية العامة، أيضا الملكية الثقافية العالمية بهالسياق، نذكر منها على سبيل المثال كل شعب، كل منطقة تتفاخر بوجود ما يمكن القول عنه بأنه أسطورة المكان أو سواها. أذكر مثلا في قرية سلمى هنالك مجموعة من الصخور المحنية المتوضعة بشكل رتيب، تتناقل الأجيال مقولة عنها أنها هذه الصخور هي مجموعة من الأشرار جاءوا ليخطفوا الأميرة سلمى، فمسخهم الله على هيئة حجارة عقابا على هذه النية. هذه الأسطورة تغيرت بدمار الصخور. وكذلك في قرية يرتي مثل هذا، في قرية عرامو، في كل قرية هنالك ما الأساطير المرتبطة بالمكان. عندما يتغير المكان تتغير الأسطورة وتزول حرفي. عند زوال أي حرفي من الحرف أو مهنة من المهن، خاصة عالم الزراعة والرعي، الزراعة التقليدية اليدوي، زالت كل المتعلقات والثقافات المرتبطة بها، ما يحكى عن الصمد وعن النير وعن الأرض وعن كسفر مخفي، عن الفلاحة كسفر مخفي وسواه. المهنة إذا تغيرت زالت كل الأحداث المتعلقة بها، كل الأعلام الذين أرسوها وأسسوها، كل الحكايات المرتبطة بها. أدب الحرفي يتغير عندما تتغير الحرفة. نحن هنا بحكم تغير نمط حياة من جهة، وفي الحرب تغير كلي وشامل وكامل لكل جوانب الحياة بما فيها جانب التراث، حتى بالعهد السلم، بأوان السلم، والسلم استثناء بالمناسبة بالحياة. القاعدة هي الحرب. نحن مثلا مواليد الستينات شهدنا ثلاثة أرباع 60 عام التي أمضيناها وعشناها في الحروب، أما الاستثناء فهو السلام.
لذلك حتى بالسلم عند زوال الحرفي ما يكون الزوال أشد وأسرع، لكن في إشارة غايب الأهمية أن التغييرات التراثية تكون تبدأ في المدن ثم تنتقل إلى الأرياف ويكون انتقالها بطيئا. المدن أكثر عرضة للتغير، أما التراث يبقى الريف نعم. الحاضن الأمين له والحافظ عليه. وتفضلت به أستاذ يعني حيدر، نحن اليوم لما عم تتحدث حضرتك أنه آثار الحرب دمرت الكثير من آثارنا، بيوت تهدمت، أساطير تغيرت، يعني حتى صار في نسيان لبعض القصص اللي أنت ذكرتها، ممكن تكون هي أسطورة معينة، ممكن يكون رمز معين لأي تاريخ يعني ممكن يكون عنا ببلدنا. اليوم نحن كيف قادرين نحافظ على ما تبقى من تراثنا أو نحافظ على التراث اللي نحن تربينا عليه؟ يعني نحن في قصص كتير بتبقى بالذاكرة لا تتغير مهما تغيرت الأمكنة أو تغيرت أو تشوهت كل آثارنا أو أماكننا، لكن كيف نحن قادرين نحافظ فعلا على هذا التراث؟ والله حقيقة هي الدعوة من حضرتك أنسي نادين، وأيضا دعوة من الجهات المعنية العليا وزارة الثقافة، وأيضا من المنظمة العالمية منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث، باعتبار التراث ملك للبشرية جماعة وليس فقط بعدا وطنيا، هو ملك للأمم ولأنه نتاج لثقافات وحضارات متعاقبة، ملك للبشرية جماعة. لذلك دور الفرد يساوي دور الدولة يساوي دور الأمة، الجميع معنيين وموكلين ومكلفين بالحفاظ على هذا التراث لأبعاده الوطني لأبعاده الإنساني لأبعاده الروحاني القدسي. باعتبار الآن أنا وأنت والأستاذ يزن نستخدم الأمثال الشعبية التي استخدمها أجدادنا منذ 1000 عام، إذن المثل والقصة والحكمة والقول المأثور والأسطورة والخرافة والرواية وسواها فيها من روح الأجداد، فيها من عبق الماضي، فيها ما يحقق التواصل بيننا ويجعلنا ذوي أحقية بهذه الأرض، أحقية بدلالة العراقة والأصالة التي تربطنا تربط الأحفاد بالأجداد. نعم. غايب الأهمية الحفاظ على هذه الآثار حتى الآثار الشفوية، وهي غايب الأهمية لأنه أثر الثقافة يعني متحدر إلينا منذ ألوف السنين، أسماء القرى، أسماء الأماكن، رموز القرى وعلامات الفارقة، المشوقات، ما هو جميل في الطبيعة، ما هو موروث في كل مجال ينبغي الحفاظ عليه لأنه ملك للجميع من جهة، وأمان ينبغي أداءه وواجب ينبغي القيام به من أجل أن نحافظ على هويتنا كي لا تضيع وتندثر. هويات كثيرة وخاصة بظل العولمة وبظل الشيوع الثقافي الغربي، وكون أمي غالبي تغلب وتفرض ثقافتها وتفرض تراثها، ينبغي علينا التمسك أكثر فأكثر بتراثنا بهويتنا للبقاء على مسرح الحياة الدولي ومسرح الحياة الثقافي والتراثي العالمي. يعني التراث أستاذ حيدر مثل ما عم تذكر أنه هو صلة وصل بين الشعوب وهو مشترك، يعني اليوم أي معلم أثري عنا بسوريا هو مو بس للبلد، يعني هو بيكون لكل العالم أجمع تمام. وهذا شيء كتير مهم. طيب نحن اليوم كبلد خاضت هاي الحرب، شو ممكن نساوي؟ أنا كباحث يعني مثلا أو كشخص عندي اطلاع بالتراث، شو ممكن نساوي شغلات أو أمور للحفاظ على هويتنا أكثر، وخاصة برغم من التشويه اللي صار بالفترة الأخيرة، كيف ممكن نحن نعالج الآثار اللي نتجت عن هذا الحرب؟ حياك الله. غايب الأهمية الحديث عن سبل الخروج وسبل إعادة إعمار ما تهدم من تراث. التراث المادي له أهله واختصاصيوه المتعلق بمسألة إعادة الترميم وسواها طبق الأصل بدون تزييف أو تشويه. أما حقيقة التراث الثقافي الشفوي هو يبدأ من خلال يعني الدراسات والأبحاث ووضع موضع التطبيق وموضع الممارسة والمعايشة. يعني في هذا السياق نذكر المناسبات والأعياد ذات الطابع الشعبي الصرف التاريخي الذي يمتد إلى مئات وألوف السنين.
ينبغي بعث هذه العادات والاحتفالات والمشاركة بها وإقامتها وحفظها وتوثيقها. هنالك على سبيل المثال احتفالات القوزلي القريبة في 13 من الشهر الجاري، هي رأس السنة وفق التقويم الميلادي الشرقي، وهي ذكرى معركة أبرهة الأشرم وغزو للكعبة وغزو لمكة ومحاولة سرقة الحجر الأسود وانتصار المقاومين عليه بقيادة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يوم يتفتح النرجس في هذه الأوان، أيضا تصادف يوم القوزلي. بعد ذلك تأتي احتفالات الزهوريات، وهي احتفالات أجدادنا الفينيقيين ببعث الإله أدونيس بعد موته، وهي حقيقة ظاهرة رائعة امتدت مئات السنين في الساحل السوري اللبناني سوية إلى أن توقفت عام 79، حتى بعثناها بعد 40 سنة من توقفها في قرية القلوف، وأقمنا نحن كملتقى القنديل الثقافي هذه المهرجانات، مهرجان الزهوري التي يصادف أيضا موعدها بالرابع من نيسان شرقي 17 نيسان غربي، ذكرى عيد الجلاء أو اليوم الوطني السوري العظيم. هنالك احتفالات كثيرة على مدار العام ينبغي إعراض عرض آثارنا، عرض تراثنا، عرض مشاهد منها، ماذا كان في قرانا، لتتعلم الأجيال كيف كانت الآباء ليقدسون هذه الأرض. أستاذ يزن وأنسي نادين، لا يمكن أن تدافع عن أرض إذا لم تحبها، ولا يمكن أن تحب أرض إذا لم تعرفها. سبيل إلى الدفاع، سبيل للتمسك، هو التعمق بمعرفة هذه الأرض، معرفة كم يعني ما في ذرة تراب إلا فيها روح شهيد، إلا فيها أثر، ما في موضع رجل، ما في موضع عين إلا وله قصة وحكاية. جمع هذه القصص والحكايات وتوثيقها ونشرها وبالمطبوعات بالإعلام ودور تلفزيوننا تلفزيون وغاريد حقيقة مشهود في مسألة عرض جماليات تراثنا الشعبي في اللاذقية منذ البدايات. حقيقة غايب الأهمية، يعني إيلاء التراث الأهمية التي تولى للهوية، للهوية الحقيقية. الهوية بطاقة توضع في الجيب، وهكذا نلاحظ دوما مشاهد التلفزيون الرئيس الباكستاني والرئيس الهندي على سبيل المثال يذهبان إلى الأمم المتحدة ويرتديان زي الشعبي الباكستاني والهندي. لاحظ اعتداد بثقافة الأرض وثقافة الشعب وثقافة أمي، وهما أمتان عظيمتان. الأمم دوما تتنافس في مجال. رحم الله القائد الخالد عندما زار بلغاريا في المطار قدمت له فتاتان بلغاريتان طبقا فيه رغيف من الخبز وصحن من الملح. هذا التقليد عظيم أحياها البلغار في أثناء هذه الزيارة. هنالك ينبغي أن نطلع على تجارب الأمم الأخرى والشعوب الأخرى، كيف استطاعت الحفاظ على تراثها، كيف جعلته هوي، كيف قاومت به في المعركة التراثية. حقيقة معركة تراثية. هلأ شيء رائع ما تتحدث به أستاذ حيدر، وذكرت أنه هناك بعض المناسبات والاحتفالات والتقاليد ما زالت موجودة إلى الآن برغم تغير الظروف. يعني هلأ عبر هذه السنوات يعني وخلال بحثك بالتراث وحضورك للاحتفالات والمناسبات وحتى المعارض، يعني هل لاحظت هذا الفرق الكبير، هذا التغيير بالاحتفالات؟ يعني ذكرت القزلي، ذكرت الزهورية، ممكن البعض يسموه الرابع. أيضا ذكرت هناك البربارة، يعني هناك عديد من الاحتفالات والعادات عم نشوفها ما زالت موجودة إلى الآن. هل هناك تغيير؟ هل هناك فرق؟ هل هناك يعني في ناس بيقولوا لك نحن ظروفنا ما فينا نحن نحتفل، ما فينا نحن نشارك بهذه التقاليد، ما فينا نحن نشارك بهذه العادات. إلى أي حد تغيرت يعني هذه المناسبات اليوم؟ حقيقة تغير مثل ما ذكرنا أنه التراث يتغير، وإذا زال فراغ هائل لا يمكن ملؤه على الإطلاق. ليس كالنفط، ليس كالماء، ليس كالماء تحديدا، لا، النفط ينضب وكذلك التراث. الحقيقة يعني ما زال موجود الجيل اليوم الجديد عم بيتعرف على هيدي الاحتفالات، عم بيتعرف على هيدي المناسبات. هذا هو المسعى الذي نأمل أن يتم ويكتمل. المناسبات عموما والأعياد والتراث
دوما الى العادات الى قوه قاهره، قوه اجتماعيه حاضره. التغيير والمساس بها بحذر وب يعني على مهل، لكن في امر غايب الاهميه، المناسبات والاعياد ذات الطابع الاجتماعي الديني الحضاري العريق باعتبار التراث الديني جزء اساسي من التراث الشعبي. التغيير فيه بيكون بطيء وبسيط، اما الظواهر الاجتماعيه العادات الاجتماعيه هي حقيقه تتغير باسرع من العادات الاخرى والاعياد الاخرى. ناخذ مثال الاعراس. الاعراس في ساحلنا في لازقيتنا لا تختلف عن اعراس مديني اوروبي الان، لكن هي على لمن استطاع اليه سبيلا. لا حقيقه الاعراس عندنا ظاهره يعني ينبغي النظر بها على انه عقبال العزابي جميعا ان شاء الله، بس عموما ينبغي اعاده النظر بها الى ابعد الحدود، لانه لا تمت بصله لماضينا ولتراثنا. الاباء اعراس الاباء والامهات مغايره كل التغاير طبعا، غير العرس القديم الشعبي البسيط اللي كان كل الضيعه تجتمع فيه وتحتفل فيه بساحه الضيعه. تمام هلا، بس كمان خلينا كمان نكون من ابائنا واجدادنا. تماما، بس خلينا كمان نكون شوي هيك واقعيين يعني الحياه بدها دائما يكون في مواكبه، يكون في مواكبه للشيء، بس بدون ما ننسى بعض العادات والتقاليد، لانه فعلا مثل ما ذكرت استاذ بانه امس بيختلف عن غد ولازم يختلف عن غد، بس في شغلات مسلمات ما لازم ابدا انه نتخلى عنها، مثل ما حضرتك ذكرت عن الاعراس لازم يكون في بعض الامور او بعض العادات والتقاليد ما زالت موجوده ومتمسكين فيها، ولكن صحيح. بالمقابل نحن بالزمن عم يمشي ولازم نحن نمشي معه. شكرا كثير لك استاذ حيدر، يعني كنت معنا موجود واغنيتنا بهي المعلومات المهمه جدا، بتشكر كثير وجودك معنا. بارك الله فيك، شكرا استاذ يزن، شكرا استاذ نادين، شكرا كثير لكم كمان انتم باحثين تراثيين وسعيكم الدائم للحفاظ على التراث الشعبي من خلال ما تقومون به من انشطه ومعارض واحتفالات للحفاظ على التراث الشعبي اليوم. شكرا كثير لك الباحث في التراث حيدر النعيسي. شكرا لك. ما عم نستطيع. شكرا ان شاء الله.